لأن تعطى الآن استعدادات لانطلاقة النهائي، هذا المباراة النهائية بين عدة خمسة أبطال هنا بنهر سابو في الدورة التي تقدمها الاتحاد الرياضي للتجديف في مدينة القنيطرة ليلة هذا اليوم الأحد على ضفاف نهر سابو. الاستعداد لإعطاء انطلاقة هذا النهاية 2000 متر بين هذا الأبطال، أبطال الشديف هذو من خيرة أبطال المغاربة في هذه الرياضة، منهم من البطلة المغربية من الألعاب الأولمبية. نتمنى حظ للجميع، حظ حفظ لهذ الأبطال ومستقبل هذه الرياضة اللي كانت عطات أبطال كبار. هذه الرياضة هذه اللي شارك اللي مثلوا المغرب في عدة تظاهرات سواء دولية أو قارية، الآن ستعطى الانطلاقة. الآن الأبطال كيستعدوا، أبطال التجديف في مدينة القنيطرة والرباط كذلك وعدة أندية محلية وطنية. لا زال حكام هذه المقابلة كي يحذروا الأبطال من بعض المخاطر، خاصة أن ضفاف سبو كاين بعض الصيادة اللي كيصيدوا على الضفاف، ربما تسبب لهم في أن الصنارة كتلتصق بعض القارب ديال الأبطال، لذلك كنشوفوا أن كيكون نبيه أولي قبل القطع. استعدادات تعطى هاد الأبطال هادو، إذا تعطى بانطلاقة، إذا حد أوفر للأبطال. كنشوفو صراع قوي، دا كاين هنايا بطل اللي هنايا في الجانب الأيسر اللي واخد المبادرة، الله تقدم. التقدم كاين ثلاثة ديال الأبطال، حذاري 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 حذاري، ربما يكون اصطدام بين الأبطال. ولكن الآن كيداركوا الأمر، كيحاولوا أنهم يكملوا السباق، ولكن تأخروا لأن كان اصطدام بين هاد جوج أبطال هادو. ولكن رغم ذلك كيستألفوا، برافو برافو لهاد الأبطال هادو. كنشوفوا هذا المجهود الجبار البدني اللي كيقوموا به هاد الأبطال، اللي كيعتمدوا على التجديف وكذا كيستعملوا الأرجل ديالهم للدفع. كنشوفوا الحكام قراب من الأبطال تحسبا لأي خطأ يقدر يقوم به أي بطل. المسافة كنذكر هي 2000 متر، يعني جوج ديال الكيلومتر على ضفاف نهر سابو. الآن صراع قوي بين الأبطال، كنشوفو جوج ديال الأبطال الآن اللي متقدمين في السباق، إضافة لهاد ثلاثة الأبطال اللي كيحاولوا يوصلوا عليهم. ولكن كنشوفو واخدين المسافة لا بأس بها، ولكن النهاية هي اللي كتحدد البطل. ربما اللياقة البطلية تدخل هاد جوج الأبطال اللي الآن واخدين السباق، ولكن مازال صراع قوي، صراع قوي لأن مكاينش مسافة بعيدة بين هاد الأبطال هادو. صراع قوي كما ذكرت بين هاد الأبطال، كاين تقدم تقدم طفيف، وكاين واحد البطل اللي كاين سل من هنا من الجهة اليسرى، يعني واخد مسافة. هذا هو البطل اللي كنراهن عليه سي أحمد اللايقي اللي عنده خبرة في هاد الرياضة هادي، أنه شاف هذا البطل قال لك هذا هو البطل اللي ربما يقدر يفوز بهاد النهاية الأخيرة في هذا اليوم اللي قدم به هذا البطل الصغير. وصراع، وكنشوف هذا البطل سقط، هذا البطل سقط لأن يتم إن إذا
لأن الوقاية المدنية تكلف بنقل هذا البطل هذا. نبشر النقل من المحارم ديال الوقاية المدنية مشكورين، واليوم خدمات جليلة. دائما الوقاية المدنية متواجدة في مثل هذه الحوادث. شكرا للوقاية المدنية على المجهودات، لأن كان الوقاية المدنية كنلقاوها دائما في هذه الحالات. مع الأسف هذا هو البطل اللي كان عنده، الأسبقية، هو اللي كان في المقدمة ديال السباق، ولكن الاصطدام اللي وقع له مع البطل، مع الزميل ديالو، الرجال ديال الوقاية المدنية غادي نحاولوا أنهم ياخذوه معاهم في هذا. الآن نرجعوا ليه، وهذو من الحوادث اللي كتوقع في هذه الرياضة. هذو من الحوادث اللي كتوقع. إذا البطل غادي يطلع عندنا. إذا نحاولوا أولا، رجال الوقاية المدنية يحاولوا يقدموا المساعدة الأولية لهذا البطل، من بعد غادي نلتحقوا بالمتسابقين اللي الآن كيكملوا السباق. إذا كيحاولوا يجروا القارب. لا البطل شبت انه يكمل. المساعدة البطل خدا المكان ديالو مرة اخرى في القارب ديالو. اذا برافو، غيحاول يكمل السباق علما انه متاخر بوقت طويل على الزملاء ديالو. برافو. حنا الان غادي نحاولوا نلتحقوا القارب او بالابطال اللي سبقونا. هذا الله حسابه من جهه التشليحات. دائما الان البطل حدا المسار ديالو، اكيد عارف انه ما بقاش عنده حظوظ الفوز، ولكن برافو انه بغى يكمل. برافو، هذا مشروع بطل المستقبل ان شاء الله، لانه الانسان كيبقى مآمن بالحظوظ ديالو، هو عارف بانه ما غاديش يفوز ولكن باغي يكمل السباق. برافو لهذا البطل هذا. هذا على كما ذكر السي احمد لقيف، هذا بطل وطن مغربي، كان شارك في بطولة افريقيا وفاز بها، ولكن اليوم الحظ ما ساعفوش وما اصطدام عفوي مع اعز الزملاء ديالو اللي تسبب في الانقلاب ديال القارب ديالو. اذا نبقاو في المصاحبة ديال هذا البطل. لأن رجال الوقاية المدنية يفضلون أنهم يصاحبوا هذا البطل حتى خط الوصول، علما أن الأبطال الآخرين هذوك واحد المسافة طويلة، ولكن
سلامة المشاركين هي المهمة في هذا السباق، وهذا الشيء الآن اللي عامل عليه الرجال ديال الوقاية المدنية مشكورين، أن لولا تواجدهم في القرب ديال هذا البطل وقرب السباق لكانت ربما هذا البطل كما يصعب عليه أنه أولا يركب في القارب ديالو، ثانيا أنه يكمل السباق. وهذه من المخاطر ديال هذا السباق، دائما كيكون اصطدامات، ولكن مرة أخرى شكرا لرجال الوقاية المدنية اللي دائما حاضرين في هذه المناسبات هذه. هذا البطل اللي كان مراهن عليه السي احمد، ولكن مع الاسف وكان غادي بكل صراحه كان غادي على راس السباق، ولكن هفوه بسيطه من احد المتسابقين الاخرين باش يتهدي هذا البطل تسبات في الانقلاب ديال اكيد. هذه كانت حصلت السي احمد اللاقي كيذكرنا بالحادثه اللي كانت وقعات لهشام القرول في النهايه ديال 1500 متر اللي كان سقط وكان مشات له الميدالية، ولكن ميأسش وقام تثبت الامل ديالو وحققها، ماشي حققها، حق 1500 وحقق 5000، يعني استدركت هذيك الميدالية اللي كانت مشات عوضها بجوج ديال الميداليات، وهنا كتبين لك العزيمة والقوة ديال الابطال المغاربة. البطل باقي غادي كيجدف، برافو عليه، لان كما ذكرت لم تؤثر في هذا السقطة هذا واثر ان يكمل السباق، وهذا كما ذكرت ما غاديش تكون الا نخوة بطل مشروع بطل، وهو اصلا بطل كما سبقنا وذكرنا انه فاز ببطولة افريقيا، ولكن اليوم لم يكن محظوظا. كنعرفوا هذه بداية هذا السباقات الان، لان احنا على مشارف فصل الصيف، اذا هذه المسابقات غير غتبدا، نتمنوا ان هذا البطل انه ياخذ العبره من هذا النهار هذا، ويعرف بانه دائما يحاول يبتعد على الزملاء ديالو وعلى الابطال الاخرين حفاظا على سلامه الجميع. اذا احنا كنوصلوا قربنا من خط النهايه، ما عرفناش شكون البطل اللي فاز، ولكن احنا كما ذكرت قرب رجال الوقايه المدنيه كتمنا اولا واخيرا السلامه ديال المتسابقين. لان احنا على مشارف النهايه، ربما كيبان لكم خط الوصول، بان لكم المواطنين، انا تبارك الله، لان الحاله طريقه باش كيجدف هذا البطل كياكد انه فعلا بطل، لانه اكيد لو استكمل لو كمل السباق اكيد كان غادي يفوز، ولكن مع الاسف حادث بسيط يتسبب في تخلي هذا البطل عن السباق، ولكن هذا ما كينقص من القيمه ديالو، من الرغبه ديالو، من القوه ديالو كبطل افريقي، بطل مغربي واعد. هذا بطل كيكون السي احمد من الاتحاد الرياضي القنيطري، برافو، يعني مشروع بطل قادم ان شاء الله، نتمنى له حظ اوفر لما تبقى الان سيلتحق المكان المخصص بالنهايه، ولكن سيغادر هذه المسابقه مع الاسف. لا لا.
إذن شكرا للمتابعين الكرام، نعطيكم موعد عند توزيع الجوائز. هذاك فانكي شكرا.